بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنحاول نحكي كده على موضوع بيشغل بال ناس كتير، تمام؟ مش شرط يكونوا شغالين في المجال بتاع GSM، لكن دايما كده معظم العامة بيسألوا سؤال محير، هو ليه دايما الرسالة الأجنبية بتبقى بتاعتنا بتبقى عبارة عن 160 حرف تقريبا، والرسالة العربي بتبقى تقريبا بالكتير حوالي 70 حرف، تمام؟ فاحنا هنحاول نوضح تاريخيا ايه السبب في حاجة زي كده، تمام؟ فمبدئيا كده كان في راجل كده امريكاني اسمه فريد هون هيلبراند، تمام؟ الراجل ده في حاول كده في سنة من السنين قبل ما يخترعوا اصلا الاس ام اس ان هو يكتب رسائل نصية قصيرة، اسئلة، حكايات بسيطة، ان هو بس بحيث ان يشوف يعني اقل عدد من الحروف ان هو يكتبه بس يطلع حاجة مفيدة او جملة مفيدة، تمام؟ فلاقي دايما ان اقرب حاجة بتبقى دايما 160 حرف، يعني دايما كل ما يكتب حاجة صغيرة او رسالة صغيرة او اي شيء يعني بحيث انها تبقى حاجة صغيرة بيبقى دايما بيلاقيه عبارة عن 160 حرف، تمام؟ طبعا ده كان على الآلة الكاتبة قبل اصلا ما يطلع الموضوع بتاع الاس ام اس، تمام؟ الرسائل النصية القصيرة، تمام؟ بعد كده فريد هولم ده هو في سنة 86 مسك رئيس للجنة لجنة خدمات في شركة، تمام، اسمها نون فويس، ماشي، التابعة للنظام العالمي للاتصالات، ده اللي هو بيقدر طبعا يتحكم في أي معايير في سوق الهواتف المحمولة، تمام. فلما جت بعد كده ان هما هيعملوا الخدمة اللي هي اسمها اس ام اس، تمام، الراجل ده ألزم الشركات ان هي لازم تخلي الرسالة الساعة الاستيعابية بتاعتها عبارة عن 160 حرف. ليه؟ بناء على التجربة اللي قام بيها، تمام. طبعا كان من ضمن التجربة دي ان هو بيقول لك ان انا 160 حرف دول لقيت ان هو لو زيادة عنهم يبقى انا كده في مشقة في الكتابة، ولو اقل منهم ده عادي. ليه؟ لان انا في الغالب ببعت رسالة تهنئة، تعزية، مواساة، فما بيبقاش محتاج اكتر من 160 حرف، طبعا ده على حسب كلامه، تمام. فهنيجي نشوف هنا ان هو الزم خلاص الشركات ان هم لازم الرسالة تبقى عبارة عن 160 حرف، تمام. الحرف الاجنبي الساعة يعني التخزينية بتاعته، تمام، الحرف الواحد بيبقى بيحتاج لسبعة بت، تمام. فسبعة بت للحرف، بت طبعا اللي هي الساعة التخزينية، الوحدة بتاع الساعة التخزينية، تمام، هنضربها في اللي هو 160 حرف دول، تمام، يبقى هيطلع عندنا 1120 بت، تمام، اللي هي عبارة عن 140 بايت، كل دي عبارة عن الساعة التخزينية للرسالة. يبقى خلاص الشركات التزمت ان الرسالة الواحدة بتاعتها عبارة عن 1120 بت او 140 بايت، تساوي يعني 140 بايت للرسالة الواحدة. خلاص الشركات اتلزمت بالموضوع ده وخلاص على كده. نيجي نمسك، وطبعا زي ما احنا قلنا ان الحرف الاجنبي بيتمثل بسبعة بت في ساعة تخزينية بتاع الرسالة بتاعته. طيب يبقى انا كده خلاص اتلزمت بساعة معينة للاس ام اس بتاعتي، تمام. طيب الحرف العربي ما بيتمثلش بقى بالسبعة بت دي، الحرف العربي بياخد مساحة اكبر في التخزين بتاعه على الاس ام اس، وهي عبارة عن 16 بت، تمام. طيب يبقى انا عندي الرسالة بتاعتي عبارة عن 1120 بت، تمام، هقسمها على الستاشر بت بتوع الحرف الواحد، تمام، هيطلع عندي ان الرسالة الواحدة اللي هي ساعتها التخزينية 1120 بت تقدر تشيل لي 70 حرف عربي، تمام. يبقى خلاص انا كده بعد ما اتلزمت بالمساحة بتاعت الرسالة، تمام، وقسمتها على الستاشر بت اللي هي بتاع الحرف العربي، طلع عندي ان الرسالة الواحدة ما تقدرش تشيل اكتر من 70 حرف عربي. ده بصفة سريعة للرسالة الانجليش او اللاتيني عبارة عن 160 حرف، والرسالة العربية عبارة عن 70 حرف. اتمنى تكونوا استمتعتوا بحاجة زي كده، بشرح بسيط بحاجة بسيطة، واتمنى تكون معلومة مفيدة لكتير منكم بيسألوا عليها. السلام عليكم ورحمة الله.